أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعين ومتابعي طقس العرب. نهار اليوم سادت أجواء حارة في عموم مناطق المملكة، لكن كانت درجات الحرارة أقل من ذلك في المنطقة الشمالية كنتيجة لتأثر بكتلة هوائية باردة عملت على انخفاض في درجات الحرارة. خلال الأيام القادمة يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في المزيد من المناطق في المملكة العربية السعودية بفعل تحرك هذه الكتلة الهوائية الباردة من الشمال باتجاه المناطق الجنوبية، لكن تحرك هذه الكتلة الهوائية الباردة سيترافق بعدة ظواهر جوية منها الرياح النشطة وأيضا اضطراب البحر، سنستعرض تفاصيله في هذه النشرة. المحاور الرئيسية التي سنتحدث في هذه النشرة هي عن الكتلة الباردة في شمال المملكة واستمرار الطقس الحار في العديد من المناطق الأخرى ورياح نشطة تعمل على ارتفاع الموج على سواحل البحر الأحمر. خرائط توزيع درجات الحرارة السطحية المتوقعة من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد، درجات الحرارة تكون منخفضة في المنطقة الشمالية، بعكس ذلك تكون مرتفعة في المنطقة الوسطى الشرقية والجنوبية والغربية من المملكة. يوم السبت تتحرك هذه الكتلة الهوائية الباردة باتجاه الجنوب لتنخفض درجات الحرارة في كل من حفر الباطن، حائل بريدة وأيضا أجزاء من شمال منطقة الرياض، لكن العاصمة الرياض ستشهد انخفاض كبير وحاد على درجات الحرارة اعتبارا من يوم الأحد مع اندفاع لهذه الكتلة الهوائية الباردة أكثر باتجاه الجنوب من الجزيرة العربية. مع اندفاع هذه الكتلة الهوائية الباردة يتوقع أن تنشط الرياح بشكل كبير خلال يوم السبت في عموم سواحل البحر الأحمر تبعا على اضطراب البحر وأيضا ارتفاع الموج بما فيها مدينة جدة أو سواحل مدينة جدة، حيث يتوقع أن يصل ارتفاع الموج حوالي المترين في هذه المناطق. بالمقابل تنشط الرياح الشمالية الغربية في المنطقة الشمالية الشمالية الشرقية والوسطى تعمل على إثارة الأتربة والغبار وأيضا حدوث موجات غبارية وتدني في مدى الرؤية الأفقية خلال يومي السبت والأحد. يوم الأحد تتحرك هذه الرياح والكتلة الغبارية باتجاه المنطقة الجنوبية باتجاه جنوب منطقة الإحساء، جنوب منطقة الرياض، منطقة الربع الخالي ووصولا حتى المنطقة الجنوبية الغربية ومرورا بمنطقة نجران. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تسود أجواء صافية 26 درجة مئوية، الملموسة 25، الرطوبة منخفضة والرياح تكون شمالية غربية نشطة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم السبت طقس حار، رياح نشطة وأتربة مثارة 39 درجة مئوية، لكن ليلا تنخفض بشكل كبير وحاد 19 درجة مئوية. لاحظ الفرق الحراري الكبير حوالي 20 درجة مئوية بين درجة الحرارة المسجلة خلال ساعات النهار وخلال ساعات الليل. يوم الأحد 29 15 درجة مئوية، أما الاثنين تكون أيضا 29 إلى 16 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.